اليوم يا جماعة يوم مميز، انا حيشة انضمام واحد من افضل الحراس اللي طلعوا بالقناة لتيم اف بي اي. الحارس هذا طلع معي بكذا مقطع وكان فعليا مستوى اسطوري كونكولوجي سينمائي يا ناس. والحارس هذا هو مرحبا برا 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 انت برا انا اشوفك برا. سوري شباب على الخطأ بالاخراج. والحارس هذا هو مؤيد. مؤيد يا جماعة فعليا من افضل الحراس اللي لعبت ضدهم، طلع معي بكذا مقطع وكانت كل تعليقاتكم عم تقول بدنا مؤيد معك بشكل رسمي، وهذا اللي حيصير هلا ان شاء الله. بس في مفاجأة واحدة شباب، هل بينفع هيك اللي يفوت لتيم اف بي اي يفوت بشكل عادي هيك؟ لا 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 ما بنرضى هيك الحكي. فاليوم قررنا ان نفاجئ مؤيد بمقطع كامل نكتشف فيه مستواه. انا فعليا لسه ما بعرف مستواه بشكل كامل لاني ما لعبت ضده كثير، واليوم على اساس اتفقنا انه في تصوير وقلنا له على فكره مختلفه تماما انه حنصورها اليوم، لكن اللي هلا حساوي انه حفاجئه باختبار ما كان متوقعه. وخلينا هلا نستلم الانترو ونشوف بعد الانترو مؤيد شو حيساوي بهالمقطع. ليتس جو. واخيرا وبشكل رسمي يا جماعه الخير مؤيد انضم لنا لتيم اف بي اي. السلام عليكم. ما تستاهل الترحيب ولا التحيه ولا التاهيل ولا التسهيل صراحه. شو السلام مؤيد؟ شو السلام؟ ان شاء الله يعني حكون عضو مميز في الفرقه. فايت على فرقة غنائية ولا ايش؟ فايت على ما حنشكشك هم. نعيدكم بتقديم الافضل للقناة والفوز على بشار بكل التحديات ان شاء الله. أوه. طيب تعال، بما انه بدك تفوز علي بكل التحديات مؤيد، انا حاب اني اعطيك مفاجأة هيك باول مقطع، ان الفكرة اللي قلت لك اياها امبارح كانت مو كذب يعني، بس بنقدر نقول كانت فكرة مزبوطة بس حنأجلها لبعدين، تمام؟ لكن الفكرة تبع هالمقطع حتكون اختبار لحضرتك. لا هنعمل له ميوت لانه هو قال الفكره اللي كان المفروض نصورها. لا مو هي نفسها الفكره. اليوم هي اختبار لك، اختبار لقدراتك. بدنا اليوم نكتشف هل عضو اف بي اي الجديد مؤيد ابن عبد الرحمن جاهز لانه فعليا يكون واحد من اعضاء اف بي اي. يعني انت بتعرف شلون انت عضو باف بي اي؟ انت مستوعب القيمه؟ الجمهور هو اللي حدد نهايه المقطع. اوه هي قويه جدا. قبل ما نبدا ونسوي اي تحدي يا جماعه، شكرا لكم من القلب على التفاعل الرهيب اللي كان برمضان. برمضان كنا اعلى قناه لصناعه محتوى كره القدم مشاهدات على مستوى العالم كامل. 25 مليون يا جماعه الخير قدرنا نجيبها باليوتيوب خلال شهر رمضان. محسبين خلصنا عند هيك؟ برضه كمان لكم انت تخيل ان سلسله تحدي 10000 ريال قدرنا نجيب فيها فوق 17 مليون مشاهده بمجموع المشاهدات على اليوتيوب والفيسبوك. 6 مقاطع يا جماعه الخير جبنا فيها 8.5 مليون مشاهده على اليوتيوب و8.5 مليون مشاهده على الفيسبوك، وهذا كله لسه اول مقطع من السلسله نازل من 3 اسابيع، وفي مقاطع لسه ما كملت الاسبوع كمان. معدل مشاهدات المقطع الواحد خلال الفتره هو 3 مليون مشاهده. كسرنا السوشيال ميديا خلال الفتره الاخيره وباذن الله تعالى انه مكملين. خلينا نفوت بالتحديات على طول. مؤيد يا جماعه ظهر معي بحوالي 3 مقاطع قبل هالمقطع وكانوا كلياتهم تحدي بلنتيات. طبعا عدا انه هو كان الحارس على سلسله ال 10000، لكن لحد هلا ما تحديته بتسديده عليه، فهذا هو حيكون التحدي تبعنا لليوم. لكن طبعا اختبارنا ما حيقتصر بس على الحراسه، الحارس قيمه لعبه برجوله مثل قيمه لعبه بايديه بالضبط، وهتفهموا اكثر قصدي باقي الاختبار. هلا خلينا نبدا بشويه تسديدات. ليتس جو. اوه حلوين صرت عم نحمل شويه. اول تسديده من زمان. طبعا اليوم كمان حنلعب بكره الدوري الاسباني، كره الليغا. اللي متابعين على الانستغرام فايته كثير لانه الليغا اللي هي من الدوري الاسباني ارسلوا لي بوكس فيه هديه، والكره هي كانت جوا البوكس، فاليوم حنجرب الكره اللي بيلعب فيها ليونيل ميسي وبيصد فيها تير شتيغن. جاهز يا تير شتيغن؟ سلام عليك مؤيد. يا عيني يا عمري. يا شيخ مؤيد يا عمري. يا سلام مسك كمان. يا عمري مؤيد. والله لا 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 لا, 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 لا مؤيد ما شاء الله ايش النطة. اوهو حلو يا وحش. حلو. أليمة والله أليمة والله. بعرف حقك علي مؤيد. لا مؤيد شرح لي شعورك يعني وانت شفت هيك هدف فات. الوعد دحين. اوه سلام. واو ما شاء الله. سلام مؤيد. حلو
سلام سلام مؤيد، والله شكرا. ما شاء الله علينا مؤيد بالحرس رهيب مثل ما شفتوا، وشفتوا حتى من زمان. لكن مثل ما قلت لكم باول مقطع، الحارس مو بس بايديه. خلينا هلا نكمل الاختبار. الحراس بكره القدم الحديثه مطلوب منهم ان رجليهم تكون بمستوى جدا عالي. فلما نشوف مثلا حراس مثل اديرسون واليسون رهيبين جدا باستعمال ارجلهم باللعب، وبيقدروا حتى يعطوا اسيستات للاعبين ويصنعوا اهداف من المرمى. فمشان هيك هلا حنبدا باختبارات الدقه مع مؤيد، وابتداء من هذا المرمى الصغير. ليتس جو روح مؤيد. مؤيد حتكون هو واقف بنص الملعب، ومطلوب منك تجيب الكوره بالهدف هيك على الطاير برجلك اليمين واليسار كمان. المفروض الحارس ما يكون عنده رجل ضعيفه. ثلاث محاولات للرجل الواحده، خلينا نشوف. ابدا بالقدم اليمين لان القدم الاساسيه عندي. يلا يا ولد. اوه اوه اوه، المحاوله الاولى كانت جدا قريبه. التكنيك رهيب، شكرا والله مؤيد شكرا. ثانيه، يا سلام، جابها من الثانية الوحش بقدم الأساسية. خلينا نشوف هلا قدمك الضعيفة. يلا روح وحش. مؤيد مصمم على كرة الليغا، قال لأنه لاعب فيها ترشيجن وميسي. يلا ليتس جو. قدم ضعيفة. يا إلهي ما شاء الله تبارك الله، أنا لحد هلا ماني شايف فرق بين قدم ضعيفة وقدم قوية. وحش مؤيد، وحش مؤيد. ثانية، هوب، يا سلام يا سلام، رجل ضعيف رجل قوية، ما يفرق بين الاثنين، التنتين جابهم من ثاني محاولة. خلينا هلا ننتقل للتحدي اللي بعده. ليتس جو. الدقة ما شاء الله عند مؤيد جدا ممتازة، لكن برضه لازم نقيس المسافة عنده. كنا بنعرف حارس مانشستر سيتي اللاعب ادرسون مسجلة باسمه أبعد ضربة بتاريخ كرة القدم، فوق ال 70 متر قدر يوصلها ادرسون من ضربة واحدة. وهلا برضه حنختبر مؤيد بالقمعين هدول، بالضربة العادية وعلى الطاير كمان. حنحط القمعين بين هون وهون كمان. لازم مؤيد من هنيك من منطقة الستة يجيب الكورة أبعد من هون. طبعا نحن عم نحكي المسافه هي تعتبر تقريبا 65 متر، ومؤيد لسه عمره 18 سنه، فهل حيقدر يوصل الكره لهالمسافه؟ خلينا نشوف. يا واد من هون بدك تجيبها 65؟ نقول ان شاء الله. شايف مديك؟ ان شاء الله ان شاء الله. ضربه المرمى يعني اللي باليد ان شاء الله حوصلها. الكره الثابته حتكون فيها ان شاء الله. والله شوف انا متحمس. يلا ان شاء الله حتيجي. يلا يلا بسم الله. معنا مؤيد عند مؤيد مرتفع على الخطا، لازم يوصله اكثر منه هو حد. خلينا نشوف. يلا اسقى مؤيد ابدع الطاير. اه هو مؤيد. بوم. ما شاء الله. اوه ماي جاد، ما شاء الله يا ما شاء الله وصلها لهون. شباب انتم متخيلين ما شاء الله تبارك الله وصلها هيك حوالي دقيقه هيك زياده 4 متر مترين 66 متر 66 متر ما شاء الله تبارك الله من الضربه الاولى. مؤيد يلوموني فيك، والله يلوموني فيك، ما شاء الله تبارك الله لك، حتى اجت بالنص يا جماعه الخير. والله انا ماني قدران احكي تعليق اكثر من هيك، ما بقدر ما شاء الله. بعد ما جابها مؤيد على الطاير اكثر من المسافه اللي تحدينا عليها بكثير من المحاوله الاولى، هلا هنشوف الطريقه الاصعب اللي هي الكره تكون ثابته بالارض ومؤيد يشوتها. خلينا نشوف لفين حيقدر يوصلها. ليتس جو مؤيد. هوب هوب هوب. ما شاء الله ما شاء الله، والله خلص الحكي، والله خلص الحكي، ما شاء الله يا جماعه الخير. لك يا رجل محاوله اولى، محاوله اولى حتى ما مو انه والله محاولات ولا هيك. هون قدر يجيبها برضه تقريبا مسافه 65 متر على الطاير، قدر يجيبها على الخط هذا وعلى الواقف جابها هون، وهي لسه بدون محاولات. صدق خطرت على بالي هلا فكره، بدي مؤيد يحاول يكسر الرقم القياسي تبع ادرسون باذن الله. ايش رايك براء؟ والله فكره، والله يمدي، والله يمدي باذن الله. شويه شغل يعني. لو لو اشتغل على حاله شوي ترى يمدي يا جماعه الخير. احنا عم نحكي مؤيد لسه عمره 18 سنه، يعني لسه حتى النمو العضلي بجسمه ما اكتمل، وقدران يجيبها كل هالمسافه. مؤيد شكرا، مؤيد شكرا، مؤيد شكرا، والله وحش، والله وحش، شكرا. قلت لك لك انا بقول لك انت رجال، انا قلت لك رجال بس انت ما بتصدق. الاختبار اللي قبل الاخير هلا يا مؤيد حيكون عندك بالكنترولات، مع انه الحراس غالبا ما له علاقه كثير بالكنترولات، لكن انت مطلوب منك هون باف بي اي تكون كله بكله، فهمت كيف؟ تكون اخطبوط هيك كل رجل بتعمل شيء. هلا بدنا نختبر الكنترول عندك، جاهز ولا لا؟ جاهز. حتبيض الوش ولا لا؟ حخليهم يتفاجئوا، حخليك تتفاجئ وحخلي انا ما لك رجال، انا ما حاتفاجئ كثير، انا لاني ها بعرف شو عم مؤيد، بس انتم تفرجوا يعني، انتم تفرجوا. جاهز مؤيد؟ جاهز. الله الله وحش مؤيد. اعطيني اعطيني كنترول نيمار هيك من البدايه يا عمي، هدي عليهم شوي. هي هي لك رجال. والله حلوه الله. عندك حلو. أوه. حلو اللمسه رايق. الله حلو 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 حلو. لا يا تفاتيني وفتنا ببعض. الله الله مؤيد صدرك. يلا اوه صدر اوه ورينا يا سلام يا
الاعلام. هذا كنترول حارس ولا لاعب؟ اكتبوا لي انتم تحت بالكومنتات من جد رايكم بالكنترول عند مؤيد. انا بصراحه شوف توقعت كل شيء غير ان الكنترول ما شاء الله يكون عنده هيك. صح انك حارس بس ما شاء الله تبارك الله بتنطبق عليك كل مواصفات اللاعب الفن الاخطبوط لاعب الاخطبوط. هذا كان مقطعنا اليوم، يعطيكم الف عافيه على المشاهده يا جماعه الخير. هي كانت التحديات والاختبارات اللي اعطيناها مؤيد، يعطيك العافيه، ما قصرت ولا واحد فيهم، كفو والله. اكتبوا لنا تحت بالكومنتات رايكم مستوى مؤيد، وبرضه ترقبوا ان شاء الله تعالى المقاطع الجايه تكون معه. اوكي مقاطع اللي راح، لا تنسوا تشوفوا الدائره تطريها، ولا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه مشان يوصلكم كل جديد باذن الله. وحساباتنا لا تنسوا تضيفون عليه، منزل فيها اشياء مطرفه كليا على اليوتيوب. في امان الله.